دولا دولا انت بتقرا في ايه دول؟ ها؟ دولا دولا ايه عايز ايه؟ انت بتقرا في ايه دولا؟ انت مالك انت بقرا في ايه؟ يعني انا لو قلت لك بقرا في ايه انت هتفهم حاجه؟ لا طب خلاص ما تعطلني لا انا قريت ولا انت فهمت يبقى خلاص معلش يا دولا ما انت لازم يا دولا بقى تحكي بقى لحد كده هون على اللي انت قريته عشان ما تنساهوش يا سلام ايه الجمله الغريبه دي وانا لما احكي لحد احكي لك انت يا دولا هو انت ليك حد غيري اصلا؟ لا طيب يا دولا احكي بلا بزار بلا هم بقى ده يا سيدي كتاب عن الفراعنة بعنوان الكهنة أيام الفراعنة واستخدامهم للسحر في إقناع الشعب بأشياء لم تحدث بعد. طب أنا هقوم بقى أنظف بقى دولا. اقعد يلا اقعد يلا. ما دولا ده إيه ده اللي أنت بتقوله ده دول؟ اقعد ده العنوان بس اصبر. ده كله العنوان؟ أمال إيه أنت حاجة أقعد مش هبطلتني عن القراية؟ خلاص افهم بقى الكلام. ماشي. الكهنة أصل زمان دول يالا كانوا هم كل حاجة. من أيام الفراعنة. من أيام الفراعنة كانوا هم بقى إيه الكل في الكل يعني. يعني الكاهن من دول ها هو اللي ليه كلمة بقى على الشعب وهو اللي ممكن يقنع مثلا ملك بحاجة يقول له اعمل كذا ما تعملش كذا. افحت الترعة دي لا ارصف الطريق ده اهو ارصف الطريق ده على اساس كان في اسفلت يعني وقتها دول انا عارفهم مش دول اللي كانوا بيحلقوا بقى شعرهم بالموس كان في موس ايام الفراعنه امال دول هتقعد تعطلني عايز تفهم ولا مش عايز نفسي يا دولا نفسي ابقى زيك كده اهو بتفهم في كل حاجه زي دي صعبه ماشي لان انا بص كميه القرايات اللي انا قاريها في حياتي هي اللي مخليه ان انا يعني ببقى فاهم في كل الحاجات خصوصا الفرعوني يعني كان دول بقى يلا كانوا بيستخدموا ايه بقى يعني عشان يرعبوا الشعب لازم يبقى صوتهم ضخم كده طب وليه يرعبوهم دول مش دول شعبهم يعني يحبوهم كده اهو ايوه بس لازم ينفذوا اللي بيقولوا عليه ماشي يعني بيطلبوا منه حاجات صعبه جدا انت مش شفت الهرم بنوه ازاي لا يا دولا بنوه ازاي ما هم بنوا الاول الحته احنا هنخش في الهرم دلوقتي ماشي يا دولا ماشي خلينا في الكهنه بقى بتاعه الفراعنه فالكهنه بقى كانوا بيلموا الشعب كله بقى ايه قدام المعبد يعني مثلا زي معبد ابو سنبل ده هو اللي في المطريه مثلا معبد ابو سنبل في المطريه امال ايه دول ولا انت سمعت عنه لما كنت في المطريه لا انا عارف ان هو كان في المطريه بقى وانت اللي تعرفني معبد ابو سنبل يالا فين يا دول في سنبل ماشي فكانوا بقى بيجمعوا الشعب كده وفي حته بتبقى مجوفه في المعبد كده يعني ايه بقى مجوفه يعني محفوره كده يعني محفوره كده هو جوه الصخر فهو ما الكاهن يقف قدامها ويقعد يقول اي صوت فالصوت بيطلع ايه مجسم فيقعد يقول هامان لا يا دول على فكره بقى كانوا بيقعدوا يقولوا هامون هامان هامون انا سمعتها دول في الافلام سمعتها في ايه هامون ايه في الافلام دول كانوا بيقعدوا يقولوا هامون لا ده كانوا بيشربوا عايز اتنين هامون كده يعني كان بقى يقول هامان ويسحر بقى الناس يسحرهم بقى ازاي بقى دول بقى ما هو بعنيه يعني مجرد الكاهن ده اما يقول بصوت ضخم كده ويبص للناس بعنيه فيسحرهم ازاي دول بقى يسحرهم بعنيه ازاي يا عم يعني ما خدش قطر حد مثلا ولا يسحرهم بعنيه ايوه يا ابن السحر اساسا بالعين ازاي انت مش سمعت الاغنيه اللي هي بتقول من سحر عيونه ياه هي دي كانت من ايام الفراعنه ايوه يا ابني من سحر عيونه السحر دايما في العينين يعني العين هي اللي بتسحر ولا انت هتعطلنا على الفاضي خلينا اكمل بقى لان انا نسيت اللي انا قريته كله ماشي يلا. ربنا يعينك يا رب يا دولا يا ده انا مش عارف الناس كده مش صح يا دولا طب اجيب لك اتنين هامون من عند الواد حته السلام عليكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا هارون ابو العيون هارون اهلا وسهلا اتفضل يا فندم اتفضل عادل سعيد انا اعرفك كويس اهلا وسهلا يا سلام اشهر من نار على الجبل يا دوله يلا يلا اتكل على الله اتكل على الله واقول لك ايه ايوه يا فندم مشي الغبي ده دلوقتي انا عايزك على انفراد الخير حضرتك انفراد ليه اسمع اللي هقول لك عليه ونفذه بالحرف الواحد رمزي النعم دول امشي انت دلوقتي امشي ايه دول امشي امشي ايه دول انت مبرق كده ليه دول امشي بره بره حاضر حاضر يا دول انت مبرق كده ليه اسمعني بقى يا عادل ايوه انا عايزك تطرطق لي ودانك وتفتح لي مخك خير.
طرطقت وداني اهو. بطل لماضه واسمع اللي هقولهولك ونفذه خطوه خطوه. حاضر حضرتك، حاضر، اتفضل قول. انا اخترتك للمهمه دي انت بالذات عشان انت انسان نظيف وصحيفه سوابقك بيضة. حضرتك انا ما عنديش اي صحيفه سوابق. وهو ده المطلوب. ايوه اسمعني بقى كويس، النهارده الليل الساعه 2 بعد نص الليل لما الساعه تدق دقتين، ايوه هتنزل تروح العنوان اللي هديهولك وهتنفذ كل اللي هقولك عليه خطوه خطوه فسوه فسوه. سامعني كويس؟ حاضر هنفذه خطوه خطوه فسوه فسوه. بس خد بالك، ايه الموضوع ده سر بيني وبينك، اياك اي حد ياخد علم بيه. سرك في بير في بير في بير. توكل. ايه اللي فتح النور؟ انا. وفتحته ليه يا عادل؟ مش عارف. انت خارج ولا ايه؟ مش عارف. امال انت بتلبس هدوم الخروج ليه؟ مش عارف. هو انت ايه اللي جاي عليك؟ مش عارف مش عارف مش عارف. يا رانيا الساعه 2 ولازم اخرج على طول دلوقتي. طب انت بقى بتلبس الجوانتي ليه دلوقتي؟ عشان صوابعي متلجه. عادل انت رايح لمراتك التانيه يا عادل؟ صح. رانيا انا لو متجوز واحده تانيه هقول لك، مش هكذب عليك يعني. امال انت رايح فين يا عادل؟ مش عارف. والله يا عادل لو طلعت متجوز عليا لا ارفع عليك قضيه رد شرف. برافو برافو عليك قوي يا عادل. أنا فعلاً نظرتي ما تخيبش أبداً. كله بفضلك وبتخطيطك يا ريس. اوعى تكون سبت أي بصمات في المكان. عيب، أنا استخدمت الجوانتي وده ما خلانيش أسيب أي أثر. فضل، نشنت ونشانك رشق. انت نجحت في اول عمليه ليك معايا يا عادل. كله بفضل توجيهاتك يا ريس. انا هخليك تاكل الشهد من الشغل معايا. خد امسك يا عادل، ده نصيبك من العمليه. ده كتير قوي يا ريس. مفيش اي حاجه تكتر عليك يا عادل. اسمعني بقى كويس في اللي انا هقولهولك دوت. اتفضل. انت هتروح على البيت دلوقتي وتنام، واول ما تحط راسك على المخده هتنسى كل حاجه حصلت. تمام؟ تمام. يلا سلام. سلام 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 سلام. الحمد لله على السلامة يا عادل. الله يسلمك. تقدر تقولي كنت فين لحد الساعة 4:10 بعد منتصف الليل؟ مش عارف، مجرد ما الواحد بس ايه يحط دماغه كده على المخدة ينسى على طول. انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ يلا صباح الخير. رد عليا يا عادل، مش هتنام غير لما ترد عليا. ايه خير؟ خير في ايه يا رانيا؟ بتصحيني ليه؟ انت مجنون يا عادل ولا ايه؟ بقولك ايه، انت كنت فين لحد 4:10 بعد منتصف الليل؟ رانيا ما انا كنت نايم جنبك اهو يا رانيا، في ايه؟ بقولك ايه، انت عايز تجنني؟ انت عايز تجنني؟ ما انت لسه داخل قدامي حالا اهو نايم بهدومك على السرير. يا رانيا بيتهيألك حاجات. يلا تصبح على خير. كنت عند مراتك التانية؟ ها هي احلى مني؟ لا طبعا انت احلى. بجد يا عادل؟
طبعا يا حبيبتي يلا بقى نامي تصبح على خير. انت بتتهرب مني ولا ايه؟ يا ستة تهرب منك ليه وانت ضرايب؟ يلا تصبح على خير. تصبح على خير. طب انت بتحلم بايه دلوقتي؟ انا لسه هبتدي احلم، هبتدي احلم. انت طلعتيني من احلى حلم، احلى حلم. ياه مش فاكر الحلم صراحة.